تعيش ليبيا على شفا الانهيار مع استمرار تصارع الأطراف المتنازعة واستفحال ظاهرة تنظيم داعش وجرائمه الوحشية التي باتت تقلق المجتمع الدولي، والذي يسعى منذ أشهر إلى إنقاذ المفاوضات المتعثرة في الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة. ويرى البعض في ليبيا أن العمليات الإرهابية لتنظيم داعش، لا سيما تلك التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا، مؤشرا على احتمال تغير في منحى الحوار الوطني برعاية أممية. عمليات غريبة عن ثقافة الشعب الليبي المعتدل الوسطي الكاره للإرهاب، اللي عنده ثقافة وإرث ثقافي كبير ومذهب مالكي وسطي معتدل ليس له علاقة بمسألة ما يجري. هذه التفجيرات والانتحارية والسيارات المفخخة ستشكل ورقة جديدة ضاغطة على الفريق المحاور في الصخيرات، بالإضافة إلى أوراق أخرى ضاغطة، أوراق الاقتصادية والاجتماعية، ستكون ورقة والورقة الأقوى في تقديم، لأنها مست أمن العاصمة بما فيها من مؤسسات ومن سفارات ومن ازدحام للناس وقرب العيد. فهي أستطيع، رغم أنها ليست شيئا طيبا، ولكن أستطيع أن أقول رب ضارة نافعة. في المقابل يعتقد ليبيون أن لا حظوظ لداعش في فرض أجندته على الشعب الليبي. تنظيم الدولة الإرهابي الآن يحاول أن يرسل رسالة أنه باقي، وكما يقول هو يتمدد، هو الآن محاصر، وإن شاء الله في الأيام القادمة سيتم إعلان طرده نهائيا من مدينة درنة، وأيضا سيطرد أيضا مدينة سرت، وهذا ما نتمناه. يريد أن يقول أنا باقي وأنا موجود حتى في العاصمة طرابلس، ولكن أنا أؤكد للشعب الليبي ونؤكد للعالم بأنه لا حظوظ له ولا مكان له، لأن الشعب الليبي يرفض الإرهاب بكل أشكاله وبكل ألوانه. بالنسبة لعلاقة ما يقوم به تنظيم الدولة من عمليات وتفجيرات، لا توجد هناك علاقة بما يحدث على مستوى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين والذي ترعاه الأمم المتحدة. يبقى أن تجاوز الأطراف تاريخ 20 من تشرين الأول أكتوبر المقبل الموعد المحدد من قبل الأمم المتحدة دون الخروج بحكومة وحدة وطنية تنهي الصراع الدائر في البلاد، سيؤدي إلى فراغ سياسي يصعب التعامل معه بحسب تحذيرات المنظمة الدولية.